أكد نائب وزير الخارجية خالد الجار الله أن التطورات الأخيرة في المنطقة خطيرة، وأن وتيرة التصعيد متسارعة، وأن هناك جهودا مبذولة لتجنب الصدام واحتواء الوضع الإقليمي من خلال القمم القادمة. وقال الجار الله في تصريح خاص لتلفزيون دولة الكويت على هامش الغبقة السنوية لوزارة الخارجية، قال: إن المنطقة لا تحتمل المزيد من الصراعات، سيما وأن هناك نزاعات لا زالت مستمرة. وأضاف في تصريحه أنه لا بد من أخذ الحيطة والحذر، مع تفاؤله الكبير في الجهود المبذولة لاحتواء الوضع والتخفيف من وتيرة التصعيد. أشرت إلى الأحداث والتطورات في المنطقة. الحقيقة يعني سبق أن أعلنا وصرحنا حول رأينا فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في المنطقة وبالتصعيد اللي حاصل، وتأكيدنا بأنه هذه تطورات خطيرة، وهذه يعني وتيرة تصعيد فعلا متسارعة. نتمنى بالفعل أن نتمكن وأن تتمكن المنطقة من احتواء هذا التوتر وهذا التصعيد، وأن تتمكن المنطقة من أن تحقق الأمن والاستقرار والابتعاد والنأي عن الصدام والتوتر فيما يتعلق بأمنها واستقرارها. هناك جهود تبذل، نبارك هذه الجهود الهادفة إلى احتواء هذا التصعيد والوصول إلى ما يحقق أمن واستقرار المنطقة، خصوصا عندما نتذكر بأن منطقتنا الحقيقة عانت من حروب كثيرة، ولا زالت الحقيقة مناطق في وطننا العربي وفي منطقتنا تعاني من الصراعات وتعاني من الدمار وتعاني من معاناة حقيقية لأبنائها، إنسانية لأبنائها، سواء في اليمن أو في سوريا أو في ليبيا أو في غيرها من المناطق. فنحن متفائلين إن شاء الله أن لا تصل الأمور إلى حد الصدام، ولكن لابد من أخذ الحيطة والحذر. متفائلين بأن هناك اجتماعات ستعقد على مستوى القمة، ثلاث قمم خليجية عربية إسلامية. نتمنى أن تتمكن هذه القمم من معالجة الأوضاع في الملتهبة والمتصاعدة في منطقتنا.